هو الفيلم عباره مجموعه من المطبات بسبب دعوه ام او ان هي رمت طوبه ابنها. ان هو سوء حظ مهمل معاها ومش يعني مش مريح. فهي الفكره برضو ان ايه ناخد بالنا من اهالينا هم موجودين معانا دول بركتنا يعني فعلا، لان الواحد لو اتهف دعوه ما هيروح في. انت من الناس اللي ممكن لو يوم مشي بظهره كده او في حاجه غلط تفكر تخاف لتكون انت بزعل مامتك ولا لا؟ بس عايز اقول لك حاجه، انا انا قبل اي شغل لازم امي تدعي لي كل يوم، مش اللي هو قبل الشغلانه اول يوم لازم في دعوه مشهوره كده، حتى العيال صحابنا مسمينها تعويذه. تمام؟ والله العظيم بيقعدوا يتريقوا عليا. هي امي دايما تدعي لي تقول لي يا ربنا يجعل في وجهنا وجهك جوهره وفي لساننا ولسانك سكره. فهم يقعدوا يقولوا لي والنبي خلي طنط تقول لنا التعويذه بتاعت الجوهره والسكره. كل يوم كل يوم لازم وانا رايح. دعوه جميله وحلوه. فربنا يخليها. لا امي ما اقدرش ازعلها، ربنا يخليها لي. ربنا ربنا يخليها لك ومجموعه من الاعمال الحلوه والجميله. وعلى فكره انت الجمل بتاعتك والمشاهد من اعمالك الدراميه ميمز بقى وعلى السوشيال ميديا، يعني كل موقف له افيه من محمد عبد الرحمن. الحمد لله يا رب الحمد. ايه اكتر افيه انت يعني بتنبسط لما بتلاقيه موجود الناس بتبادله؟ هو في بصي هو على حسب فترات يعني حلقة اليومين دول عشان فيلم الدعوة عامة الحمد لله يمكن مسمع مع الناس الحمد لله. يا بركة دعاك يا يما يعني فعلا تلاقي حاجات واحد واقف جنب. لا والعشرة دول والعشرة دول بقى طبعا تلاقي مثلا واحد جنب واقف جنب بيت منفجر فيقول يا بركة دعاك يعني حاجات كده. تمام؟ قبل كده طبعا كان في وايه الحلاوة دي اقسم بالله. طبعا والحلاوة دي اقسم بالله طبعا. وفي اللي هو انا واحد امه لدغة يعني يعني مش بقى على الدنيا دي برضه انتشرت ميمز شوية. ولا في كذا حاجه يمكن كل فتره العمل يعني بيبقى الحمد لله يا رب موفقين ان هو يعلق مع الناس ويخرجوا منه حاجه كويسه. يا اهلا يا اهلا يا عادل. قولي يا سيدي بقى اخبار اللحم المقلقل ايه؟ موجود يا عادل بيه. ماشي هات لنا يا سيدي منه. وعايزين كمان كنت حنسه هات لنا حنيز. الحنيز اللي حضرتك بتحبه يا عادل بيه؟ ايوه يا سيدي ايوه اللي انا بحبه. موجود يا عادل. قبل الكلام على اي حاجه انا واحد امه لدغه يعني مش باقي على الدنيا. طب معلش شوف كده يا جو في سندوتش جبنه بخيار. موجود اهو. طب ادوني اكلمك. التاكسي شبكه شبكه بياكلها شحته سبكه عبال بياكلها وهي الشبكه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الطعابة والحلاوة دي اقسم بالله؟ ايه الاكل ده يا جماعة؟ بحد يكوبت ايه ده؟ دي سبتة؟ لا مش سبتة، لا اقسم بالله مش سبتة، عشان اكلت السبتة في اعدادي وفاكر طعمها كويس. اللي قدامك ده يا باشا كان طيار. طيار؟ كنت اسرع واحد يوصل فطير بالسجق في مستورد. اتفضل روح هات لي الكوريك. هو فين؟ جنب مفتاح 14 يمين. وانا بسالك على عنوان ام الكوريك في اني داهيه في العربيه. مش شنطه يا جو، ما كله في الشنطه. على اساس اننا اول مره نسرق يا اخي، على اساس اننا مش حراميه. غشيم زيك تن وطخ رزع دب زو لو من ياما. ما فيهاش لا عدوى ولا اقوام وكده مات الكلام. انا طالب منك 50 قعده قابلين يوم المحروس خميس ابنك يجيبهم لي كلهم من غير شطافات. يا ابني ما انت اللي قلت له بلاش البضاعه المصري وخلينا في الالماني، والالمان لا مؤاخذه ما بيشطفوش. يعني الالمان ما يتشطفوش واتشطف انا في 25